مرنا تامر مرنا. صباح الخير يا ماما، في ايه؟ صباح الخير، اختك فين؟ انا هو. صباح الخير يا ماما. صباح الخير، فطرتوا؟ لا انا شربت شاي بس. وانا شرح. وما فطرتوش ليه؟ ما الاكل في التلاجة، ولا لازم اصحى من نجمة يعني اقف على حيني في المطبخ احضر لكم الرضعة والفطار عشان تصحوا تلاقوا كل حاجة على الجاهز. تفتح يا عليمة رزق يا كريم على الصبح. صباح الخير يا بابا. صباح الخير. وماله؟ صباح الخير. يلا يلا انت وهي يلا عشان تلحقوا محاضراتكم. انا نازل مع بابا. وانتي؟ انا ما عنديش غير محاضره واحده غالبا كده يعني مش هحضرها. خلاص عنكم لا رحتوا ولا جيتوا، ابقوا اطلبوا غدا بالتليفون عشان احتمال اتاخر وما ارجعش على الغدا. وادي لسته الطلبات اللي محتاجها البيت، حد فيكم يتشملل ويبقى يطلبها من السوبر ماركت. وخدوا فلوسها من ابوكوا، ده اذا ما كانش خلص فلوسه على الكازينوهات والكافيهات عيش هتأثر العمر. أتى جمايل وعدل المايل يا رب، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. دي عيشة إيه دي؟ بابا حقيقي بقى لازم تشوفوا لكم حل. حل في إيه أنت كمان؟ في اللي حضرتك فيه أنت وماما، مش طبيعي النكد ده. إيه ده؟ الصبح زعيق وبالليل زعيق، أنتوا ما بتزهقوش؟ أنتوا بتقولوا لي أنا؟ ما تقولوا لها هي، ما أنا قدامك أهو، كافي خيري شري، لا بكلمها ولا لا أدعي بيها. ما هو عدم كلامك معها ده بيصير اعصابها اكتر واكتر وبيجي على دماغنا في الاخر وتفضل كده تقعد تجر في شكلنا. والمصيبه الكبيره ان اللي مش معاها يبقى عليها، يعني لو انا جيت كلمتك وانتوا متخانقين مع بعض يبقى يا مصيبتي تسمعني بقى من الكلام المتنقي وتقعد تقول لي اه ما انت ابن ابوك وشويتين اللي انت عارفهم. طب شوروا عليا شوروا عليا اعمل ايه؟ ما انا كمان تعبت اراضيها ازاي؟ شوف ايه اللي بيزعلها وما تعملوش تاني يا بابا. كلها كلمتين حنينين من اللي بيهدوا الاعصاب دي. هتفتكر ان انا عامل عامله وتقوم الدنيا وما تعاداش. يبقى ما فيش حل بقى، الحل الوحيد ان انا ومر ان ناخد بعضنا ونعزل من الشقه دي. ايه ده انت بتهزر؟ ما هو راخر يا بابا، العيشه بقت تاثر العمر تخنق. ملهاش غير حل واحد، الطرشه يا تامر، الطرشه. نعم الطرشه يا بابا الطرشه. اشتري دماغي، ولا ليكوا دعوه بيا ولا انا ليا دعوه بيكوا. خلاص ربنا يعوض عليا. وانا من حين للاخر كده هاخد كتبي واروح اذاكر في مكان هادي لغايه ما تهدوا كده وتشوفوا هتعملوا ايه مع بعض. هاجي على ميعاد نومي، نومي وبس. الا بالمناسبه يا بابا، هي الخناقه الاخرانيه ايه سببها؟ سببها؟ ويا مامتكم عايزه سبب عشان تتخانق؟ ايوه بس اكيد يعني كان في سبب. قلت لك مفيش سبب. لا في الجرافطه الحمراء، صح ولا غلط؟ بنت بقول لك ايه؟ ايه مادي انا مش ناقصك. يا رقبتي. سلامتها رقبتك يا بابا، ده بس من نومه الكنبه. ساميه يا ساميه، شاي يا حبيبتي. يلا تشرب شايك اكون سخنت لك بستله الميه وحضرت لك الطشت عشان تستحمى. نعم نعم الله عليك، انا مراتك مراتك وجريتك يا سبعي يا راجلي يا حبيبي. حرام عليكي حرام عليكي، انا لسه صاحي من النوم كده ممكن تجيلي سكته قلبيه. لو كلت من خير ارضنا الخضرة مش هيجرى لك حاجه يا عيني ومنايا يا سعدي وهنايا. انت بتعملي معايا كده ليه؟ حرام عليك، انا خلاص مش قادر استحمل. مفيش ست في الدنيا بتعمل في جوزها اللي بتعمليه فيا، يوم صفرا ويوم سودا ويوم خضرا ويوم حمرا ويوم برتقاني. حرام عليكي حرام عليكي بقى، عملت فيكي ايه عشان تعملي فيا كده؟ وهو انا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان خاطرك يا حبيبي، عشان ابعد عن حياتك الملل. امال بقى لما تعرف المفاجاه الجديده اللي انا محضرها لك، نيو لوك جميل جدا هتشوفني بيه. هو لسه فيني لوك تاني؟ اوعي استنى بس يا حسام، رايح فين؟ رايح في اي مصيبه في اي داهيه
هنا ارميه لك كان انا ما اديه دنيتها يا ربي. انت عايزه تجننيني ولا مش هتجنن يا ساميه؟ انت عايزه تجننيني ولا مش هتجنن يا ساميه؟ يا حبيبي ما تجننش، بس ما تنزلش الشارع بالبيجامه يا حسام. هو ايه اللي بيجنن ده يا اخوانا؟ هي بتعمل فيا كده ليه؟ يا تنفعني ليه لما اتجنن؟ انا ايه اللي يجبرني على كده يا اخوانا؟ ايه اللي يجبرني على كده؟ حسام ليه؟ فيه ايه؟ قول لي ايه اللي حصل؟ ونازل بالبيجامه ليه؟ حسام لا اله الا الله، ما كنت بعاجلك يا دراتي. ايه اللي حصل ده؟ صابرة انت يا بنت يا صابرة. ايوه يا مخام. عارفه حسام بيه اللي ساكن عندينا؟ ايوه. باين عليه اتجنن يا صابرة. بتقول ايه؟ وعارفه الست سامية مرته اتجننت هي كمان. حليم يا حليم اصحي يلا عشان تخش تنام جوه. يلا رقبتي اتخلعت، سيبيني في حالي. ده اللي هتصحى دلوقتي وما يصحش يشوفك نايم النومه دي؟ لا اول ولا اخر مره هتشوفني نايم على الكنبه. طب ماشي، الشغاله زمانها جايه وما يصحش يشوفك نايم النومه دي. طب ما تيجي هعمل لها ايه يعني؟ الله حليم بلاش عند العيال ده، هو كان حصل ايه ده كله؟ يا هانم انت ايه؟ ايه حكايتك؟ ما بتبقيش دريانه باللي بتعمليه ولا بتقوليه. ايه ما بتبقيش دريانه دي؟ حد قالك عليا مجنونه؟ والله انت اضرب نفسك. عبد الحليم اصطبح وقول يا صبح. وانا كنت عملت ايه؟ غلطت في ايه انا ليله امبارح عشان تنكدي عليا النكد ده كله وتفوري دمي وتزودي لي الضغط؟ وهو يعني كان حصل ايه؟ حصل ايه؟ سؤال بسيط وسالتهولك، اتكهربت وركبك 100 عفريت. لا يا هانم، ده ما كانش مجرد سؤال، ده كان فخ، كان كمين. كنت عايزة تقولي يعني ان انا متواطئ مع بركات، مع انك عارفة كويس قوي ان انا الوحيد في الشلة دي اللي ليا دعوة بحاجة واللي في حالي واللي يدوب من بيت المكتبي ومن مكتبي للمرسم. تاني هتقولي للمرسم وتفوري دمي؟ انا بكلمك بهدوء دلوقتي، بتكلم معاك بالراحة. بتروح المرسم ولا لأ؟ فرضا ان انا بروح المرسم، فيها ايه دي؟ انا بروح كل حين ومين يا ست هانم؟ في ناس غاويه تقعد على القهاوي، في ناس غاويه تروح المسرح او السينما، انا غاوي الرسم بقى، انا غاوي اروح مرسمي واحط هم في لوحه ارسمها. الله، ايه الغلط في ده؟ وبعدين انت متجوزاني وانت عارفه كويس ان انا بحب الرسم. والله لولا الوش وعشه الفراخ اللي عملتيها في نافوخي من يوم ما اتجوزنا، انا كان زماني من اعظم الفنانين التشكيليين في البلد. مش قوي كده يا فنان. لا قوي كده كمان. قوي بأمارة ايه؟ هو كل من حط موديل قدامه وقعد يشخبط في لوحة 76 وقال عليها لوحة بقى فنان؟ لا من فضلك، كله اللي فني. عبد الحليم انا مش عايزة اتخانق، انا بتكلم معاك بالهداوة دلوقتي، يعني بالراحة. اغسل وشك وهروح اضلك الفطار وتفطر وتستهدى بالله. مش هفطر، مش هتنيل افطر. ارتحتي؟ صباح الخير يا بابي. صباح الخير يا مامي. صباح النور. ممكن هدنا بقى لحد ما افطر وانزل؟ اصل عندي محاضره مهمه النهارده، ده لو ما يضايقكوش يعني ويقل مزاجكم. صباح الفل. هتفطر؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا فهيمه، في حاجه اخترعوها البني ادمين لبعض علشان يحصل بينهم وبين بعض موده ورحمه، اسمها صباح الخير. ايه، ما سمعتيش عنها؟ هتفطر؟ انا في سؤال نفسي اساله لك من زمان، انت ليه كرهاني وقرشه ملحيتي كده وحاطه نقرك من نقري مع ان انا بحبك؟ ايه بحبك دي؟ وانت فاكرني مين؟ عبد الصمد؟ اسمع، انا ما يعجبنيش الحال المايل. يا ولية عبد الصمد وعبد الشكور دي، انت ايه راميه ودانك على بقي على طول؟ اهدي بقى وخليك في حالك. حالي؟ هو انا في البيت ده ايه؟ منظر ولا ايه؟ لا انا ما اقدرش اشوف حاجه غلط واسكت عليها ابدا. ده انا جوزي اللي هو اسمه جوزي ابو عيالي كان خارج من باب الشقه وجارتنا واقفه قدام باب شقتها مس عليها، كان يومه اخبر ما طلعلوش شمس، قبل ما يوصل الشارع كانت هدوم وراه. ده ربنا بيحبه. ومن يومها بقى ما عتبش باب الشقه، واديني شقيانه وتعبانه اهو برب العيال، لكن كله يهون وما اشوفش حاجه غلط. انا بقى لجوزك
ولا انا ابو عيالك ولا انا اقرب لحد من اهلك، ومش انت اللي هتربيني يا فهيمه. ما انا ما اشوفكش وانت بتبهدل في بنت الاصول واسكت، معزه ست شهيره من معزه ولادي. فهيمه انت بتتحديني كده يا فهيمه؟ ولا تقدر عليا. هتفطر؟ لم تعبينك عني يا وليه. ولا هتفطر؟ طب عندي فكره، ما تيجي نعمل انا وانت هدنه، جدار عازل، لا تشوفيني ولا اشوفك، لا ليكي دعوه بيا ولا ليا دعوه بيكي. فهيمه مش للبيع ولا تهاون. هتفطر؟ روحي حضري الفطار، روحي روحي، يكون اخر فطار تحضره لي، يجي لي خبرك من المطبخ. ساكته ساكته. دي يا صلاح اللي انت عاملها الصبح. اوه مش معقوله يا حبيبتي كل ده نوم بصراحه يعني. قومي افطري معايا، نفسي نفسي مره واحده نفطر مع بعض. افطار ايه بس؟ انا عايزه انام. يا حبيبتي انت كده هتتاخري على المكتب. انا ما عنديش شغل النهارده، سيبني انام. طيب قومي بس افطري معايا وخشي كملي نومك. ده فهيمه بتحضر الفطار بره. بلاش غلاسه بقى، خليك حلو وسيبني انام. حاضر. طب انا هفطر وانزل، هرجع عليك على الغدا. مش عارفة مش عارفة مش عارفة، طيرت النوم من عيني يا صلاح. الو. يا دمك يا برودك يا شوشو، وجايلك نوم؟ يلا قومي فزي وتعاليلي، يا اما اجيلك انا وسامية وهويدة دلوقتي حالا. هيكون في ايه يعني غير اللي احنا فيه؟ ما حصلش حاجة جديدة. هو إيه اللي ممكن يحصل أكتر من اللي حصل؟ مش ناقص بقى إلا إنه كان يتجوز ويدخل عليا بيها. يلا بقى قومي فزي وتعالي، ما إحنا لازم نتقابل عشان نشوف حل للمصيبة اللي إحنا فيها دي. ولعلمك بقى أنا لسه قايلة الكلام ده لسامية وهويدة دلوقتي. اللي أنا فيه إنتوا فيه، وأوعوا تكون السكينة سرقاكوا وفاكرين إن جوازتكوا ملايكة كلهم قلعن من بعض. قولي ها، هتيجي ولا نجيلك؟ بإذنك لله نجيبة، كان نفسي أنام. لا تعالوا انتوا، صلاح نازل يا بنتي دلوقتي. طيب مستنيكوا، باي. عايزة ايه دي على الصبح؟ اسكت يا صلاح، عملت بركات مجنناها. وهي عشان عملت بركات مجنناها يعني تقوم قلقانه كلنا كده وجايبه الشله كلها عشان تعقدوا مجلس حرب هنا في شقتي؟ ما اصل انا عارف نجيبه مش هتنام ولا يرتاح لها بال الا لما كل ستات الشله يتخانقوا مع جوازهم عشان ما يبقاش في حد احسن من حد. طمن يا حبيبي، لا نجيبه ولا مليون نجيبه يخلوني ازعل منك ولو ثانيه واحده. يلا بقى يلا انزل على شغلك، وقول لي ده ما صحنيش الا لما يجوا. شوشو مش عايزك تسلمي ودانك لنجيبه. يا منجم من المهالك يا رب، نجني من نجيبة ومن لسانها. صلاح بيه؟ نعم. الفطار جاهز؟ مش عايز افطر. طب وست هانم؟ ما تصحهاش الا لما تيجي بقية الشلة، مدام نجيبة ومدام سامية ومدام هويدة. طب هو حضرتك نازل؟ ايوه. عندك اي مانع حضرتك؟ لا يمكن تجي لك تليفونات. خلاص معايا موبايل، ما عادش حد بيتصل بحد في البيوت دلوقتي. ارتحتي؟ انا هلاقيها منك ولا من نجيبه؟ ده انت حاجه عجيبه فعلا. معايا. كده ليه؟ فكيها. مفيش. امال مالك بقى؟ بقول لك ايه يا تامر، سيبني في اللي انا فيه بدل ما اروح.
بصراحة ربنا بقى أنا مش طايقة نفسي. لا بقى كده أنا اللي ليا حق أزعل. زهقانة يا تامر زهقانة. طب ما تتكلمي معايا، افتحي لي قلبك، وأنا لما ببقى مخنوق ومتضايق بتكلم مع مين وبفضفض مع مين؟ مش معاكي؟ ما تنطقي يا بنتي، انت عايزة عزومة ولا ايه؟ نفس الموضوع اللي انت كنت بتشتكي لي منه. موضوع ايه؟ تقصدي سيمفونيات النكد اليومي ما بين ماما وبابا؟ نفس السيمفونية بتتعزف بين بابي ومامي كل يوم. ممكن افهم انت بتضحك على ايه؟ تصدقي انك هايلة يا داليا. تامر ما تفهمنيش غلط، انا ما اقصدش والله، انا بس عايز اقولك ان انا كنت زيك كده في الاول، كانوا اول ما يبتدوا العزف كنت ازعل واكتئب واشيل في نفسي واقعد العن في اليوم اللي اتولدت فيه، بس بعد كده بقى اتعودت واتعلمت ازاي افصل نفسي عنهم وعن حياتهم دي خالص، ما بقتش بحتاج لهم غير في اللي انا عايزه بس. يمكن انت تكون قدرت تتاقلم نفسك على عيشه في جو زي ده، لكن انا لا، مش قادره مش قادره. ومن هنا بقى يجي اهميه رفع شعار البت مرنختي، الطناش هو الحل، قافله على نفسها باب اوضتها على طول، وطول الليل مقضيها كمبيوتر وطول النهار مدياها نوم. ودي تبقى عيشه، دي مش ده حلمي ولا ده اللي انا كنت بتمناه. تصدق يا تامر اني ما بقتش لاقي حد في البيت اتكلم معاه في اي حاجه تحصل لي، الاتنين ليل ونهار في حاله حرب وروحهم في مناخيرهم. لا والقلعن بقى، كل واحد يا اما اكون في صفه يا اما يحسبني ضده. زهقانه وطهقانه ومليت خلاص لدرجه ان الود ودي اهج واسيب لهم البيت. يبقى لازم تعملي زي انا واختي، لازم ترفع لهم شعار الطناش هو الحل، يعني لحد ما ربنا يسهلها كده ويعدلها وايه يعني. ممكن تتلهي على عينك وتقوم تروحني. الجواز قال انا في ايه ولا في ايه؟ ده انا ابقى مجنونه لو فكرت في الجواز ده بعد اللي انا شفته. قوم يا بتاع الطناش قوم. كله من تحت راس عمتك السود يا بركات، الهاني براسها وقال في سيف ان انا كنت عارف بعملتك دي، وان انا ساتر وغاطى عليك انت واللي ما يسموش حسام وصلاح. نكدت علي عيشتي، كرامتي ناحت علي، رحت نايم على الكنبة، وادي النتيجة هو مش قادر احرك رقبتي. يا سلام، ما انت من يوم ما اتجوزت وانت بتنام على الكنبة. بركات بلا بركات بلا زفت بقى، اظهر على حقيقتك يا راجل. يعني لو كنت انت اللي وقعت كان حد فينا اتخلى عنك؟ قلت لك انا مش زيكم. الله يرحم الله يرحم ام هوايده مراتك، ما ظبطتك انت والموديل اياها في المرسم، لولا احنا اللي وقفنا جنبك واقنعناها انك فنان وبتمارس فنك. عموما كتر خيرك يا سيدي بالاذن. اتنيل اقعد. يبقى تفهمني بقى انت مرعوب من ايه؟ عملتك السودة هيجت علينا عيش الدبابير، ويا عالم الدور بعدك على مين؟ على حسام ولا على صلاح؟ بس اللي مجنني بقى نجيبة مراتك عرفت بالمعاد والمكان ازاي؟ ازاي يا بركات؟ وانا طير النوم من عيني وجابني ليك على ملا وشي؟ الا السؤال ده، عرفت ازاي بالمعاد والمكان؟ عرفت ازاي يا حليل؟ اتفضلي يا هاني. ميرسي. ده اعملي لي قهوه. حاضر. خير خير يا قلق انت وهي. الهانم لسه صاحية من النوم دلوقتي؟ وكنت على استعداد انام لمدة اسبوع بعد الدوشة اللي انت عملتيها لنا انت وجوزك ليلة امبارح. طبعا ما ينام الليل الا مرتاح البال. خير خير يا نجيبة؟ في ايه؟ اصطبحي، ده انت حتى لسه ما شربتيش قهوتك. في ايه؟ جايلي كده بربطة المعلم وسايبين اشغالكم وبيوتكم، ايه اللي حصل؟ هو احنا مش خلاص انت هنا من موضوعك انت وبركات على خير ليلة امبارح؟ موضوعي انا وبركات لسه ما خلصش يا شوشو. انت هتجننيني يا نجيبه، انت مش قايمه من هنا بعد ما اقنعوكي ان الموضوع مجرد روبورتاج صحفي للبنت دي والمساله انتهت؟ فاكراني هبل انا عشان اصدقه؟ انا عملت كده بس وخدتهم على قد عقلهم عشان ارخلوا الحبل اللي يشنق به نفسه. ايه ده ايه ده بتقول ايه دي؟ انا مش فاهمه منها حاجه. برافو عليك يا نجيبة. نجيبة دلوقتي يا شوشو بقت بتفكر بعقلية قانونية 100%، بمعنى ان الدليل المادي ضد جوزها بركات ضعيف للغاية. بمعنى ان ايه يعني زوجة
تقفش جوزها مع واحدة قاعد في كازر في مكان عام. هنا الزوج لا يقع تحت طائلة القانون، حتى لو كان من وجهة نظر الزوجة انه بيخونها، لان القانون هنا حيسأل هل الخيانة وقعت في منزل الزوجية ام خارج منزل الزوجية. الاجابة طبعا خارج منزل الزوجية، اذا لا جريمة. يبتليكي بمصيبة على القانون اللي كل دماغي ده. ايه احنا قاعدين في محكمة عمالة تفندلنا القوانين؟ الست العاقلة الشاطرة هي اللي قبل ما تعمل اي رد فعل او تصرف تسأل نفسها التصرف ده هيحطني تحت طائلة القانون ام لا. لو الاجابة لا تعمله فورا. بس يا هويدة بس، جالي الصداع تاني، رجالي الصداع. انت ايه ما بتزهقيش من الكلام عن القانون؟ انت ازاي تزهقي بالقانون؟ القانون ده اهم حاجة في حياتنا، كفاية قوي انه بينظم العلاقات اللي بين البشر. ثانية واحدة، اكتشفت حاجة، القانون بيتأمر على الستات لان اللي عاملينه رجالة. تصفيق حياة، ياه يبتليكم بمصيبة كلكم. القهوة يا نادة. صباح الخير ابو علي. اهلا ابو صلاح، جيت في وقت. خير في ايه؟ خير خير قوي كمان. حلقه الليله دي هتبقى مولعه. اشمعنى الليله دي يعني؟ ادخل الاستاذ مراد مدير القناه وانت تعرف بنفسك. هي فزوره يا عمنا، ما تقول لي في ايه والنبي. ما حضر لك هو ضيفه الحلقه وبنفسه. نعم، ودي مين بقى ان شاء الله؟ وانا من امتى بتفرض عليها ضيوف الحلقات؟ لو شفتها ابو صلاح مش هتقول لا، صدقني. من غير ما اشوفها حسن مش هسجل معاها، يعني مش هسجل معاها. دي ثناء شكري يا ابو صلاح. هسجل معاها. ادخل. صباح ال صباح الخير يا استاذ صلاح. ايه هو انتوا تعرفوا بعض؟ مين في مصر ما يعرفش الاستاذ صلاح وجدي؟ ده جميل قوي، انت بكده بقى هتسهلي عليا مهمتي. اقعد يا استاذ صلاح. استاذ صلاح، استاذ صلاح. بقول لك اقعد. الظاهر الاستاذ صلاح ما نامش كويس ليله امبارح. ولا عينيا شافت النوم. لازم بتفكر كتير. غصب عني، معذور. عارف يا صلاح احسن حاجه في الحالات دي تعمل ايه؟ ايه يا مراد بيه؟ دش سخن وكوبايه لبن اول ما تطلع من الحمام، هتلاقي نفسك رحت في سابع نومه ولا حتى هتتقلب. ياه، ولا افكر ولا احلم ولا حاجه. ولا هتضرب الدنيا من اصل. طيب ودي تبقى عيشه بقى لما الانسان ما يحلمش. لا يعني ما تبقاش عيشه خالص. الظاهر انك انت بتحب القلق. بعشق القلق، بموت في القلق. اروح ادور على القلق الحلو كده والبدله، افضل عايش معاه. اعمل ايه؟ مريض بالقلق. يا راجل حرام عليك، حد يدور على القلق بنفسه ابو صلاح؟ انا بقى بس لو كان القلق بيبقى حلو وجميل ده يتدور عليه، ولا سناء هانم مش معانا في الحكايه دي؟ انا اذا كان عليا ما بحبش القلق خالص. انا بقى بموت في القلق. المهم خليك معايا دلوقتي وركز. مدام سناء مشكوره شرفتني النهارده واهدتني نسخه من اخر كتاب ليها. في الحقيقة صلاح أنا حاسس كده إن إحنا مقصرين في حقها قوي، وكان المفروض يا راجل تستضيفها ببرنامجك من زمان. الظاهر إن الأستاذ صلاح مش مقتنع بيا. لا 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 سناء هانم، ما تقوليش كده أمال. طب إيه رأيك بقى إن أنا كنت بفكر إن لو الإنتاج بتاع المحطة عارف يجيبك النهاردة تطلعي معايا في حلقة اللادي على الهوا، وإحنا لسه فيها. يعني لو جاهزة تطلعي معايا على الهوا النهاردة أنا تحت أمرك. جاهزة؟ طول عمري جاهزة. وأنا جاهز. دي نسخة كتابي، كاتبة لك إهداء عليها. أزواجي السبعة. اسم جميل مش كده؟ يجنن. دلوقتي يا نجيبة هانم، ممكن أعرف سبب الاجتماع الطارئ اللي أنت عاملهن ده؟ هيكون ليه يعني يا ست شهيرة؟ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. قبل ما رجالتنا تطير من إيدينا وتتخرب بيوتنا وعيالنا يتشردوا. واوعي تقولي لنا ملكوش دعوة بيا، انا وضعي مختلف، انا وجوزي بنحب بعض، جوزي عينه مليانة. لا يا حبيبتي اوعي تقولي الكلام ده، الرجالة كلهم ما يملاش عينهم الا التراب. صح، الراجل ما بيلعبش بديله بره بيته لنقص في الست بتاعته، انما ده استعداد عام عند كل الرجالة اللي في الدنيا. النظرية دي انا اللي اكتشفتها قبل كده. والمصيبة ان القانون بيشجعهم على كده، بمعنى
ان القانون ما بيجرمش الراجل اللي بيخون مراته خارج منزل الزوجيه، لازم تكون الخيانه داخل منزل الزوجيه. على فكره الماده دي في القانون لازم تتغير. برضو ارجع واقول لكم ان صلاح جوزي غير جوازكم، وانا متاكده من حبه واخلاصه ليا. تبقي نايمه في العسل وما انتيش دريانه بحاجه. نجيبه انا فهمك كويس، انت عايزه تثبتي لنفسك كزوجه ان جوزك زي كل الرجاله. يا حبيبتي كلهم صيادين بالغريزه، يعني الراجل يفضل يلف ورا الست لحد ما نفسه يتقطع، وكل ما يطاردها اكتر كل ما يتعلق بيها اكتر واكتر واكتر. لكن لو حياته بقى ما بقاش فيها عنصر المطارده هيزهق منها ويدور على غيرها وغيرها وغيرها. اوف قهوة تانية يا دادا. اسمعي بقى ما اقولك يا شهيرة، اسمعوني كلكم، مفيش واحدة في الدنيا عايزة تخرب بيتها وتهد حياتها، معايا؟ معاكي. ومفيش واحدة فينا إلا ويهمها بيتها وجوزها وعيالها، تمام؟ تمام. يبقى المطلوب مننا إيه بقى؟ المطلوب مننا إن إحنا نصحصح ونفكر كويس ونفتح عينينا قد كده قبل ما جوازتنا يطيروا من إيدينا والفاس تقع في الراس ويفوت الأوان. علي النعمة أنا ما أنا فاهمة إيه اللي بيدور في دماغك يا نجيب. اصبري عليا بس، ما انا جايالك في الكلام. بركات جوزي بيلعب بديله بره البيت، وصلاح جوزك نفس الحكايه، وجوازتكم انتوا الاثنين كل الرجاله بيلعبوا بره بيتهم سواء رضيتوا او ما رضيتوش. اضحكي اضحكي. المهم دلوقتي اللي انا عايزه اقوله لكم ان الاربع رجاله اصحاب قوي واسرارهم مع بعض. الشطرة فينا بقى اللي تعرف تدحلب جوزها كده لغاية ما يقر ويعترف على أسرار الباقيين. وتفتكري حد فيهم يا زكية هيعترف عن أسرار صاحبه؟ ولا أسهل منها صدقيني. أنا كل راجل وعنده نقطة ضعف، مفتاح يعني، كلمة حلوة أو قعدة حلوة أكلة حلوة. وحياة ماما انتو خلاص مخكوا ضرب. مفيش حل تاني يا شوشو، لازم نعرف هما بيفكروا في ايه، لازم ندخل تحت جلدهم ونعد انفاسهم قبل الندها ما تيجي تاخدهم لبعيد. واعتمدنا على الله وعليك انت بقى، ورينا شطارتك كده مع صلاح وتأثيرك عليه. حاولي تعرفي لنا كل اللي احنا ما نعرفوش عن جوازتنا. وانتوا يا جوز كوبب ردي. ما تتحركوا وتعملوا حاجه قبل ما تتطربق على دماغتكم كتكونيله كلكم عليكم على معرفتكم. راحه فين؟ رايحة المجلة عشان أسلم الموضوع اللي أنا كاتباه. خديني معاكي يا نجيبة، أعدي بالمرة على الكوافير والخياطة عشان أعمل لوك جديد، أكيد هيكون يجنن. يا أختي إحمدي أنت كمان. وأنا كمان لازم أنزل. بقول لك إيه يا شوشو، أوعي تنسي النهاردة السهرة عندي عشان نتفرج على حلقة جديدة بتاعت صلاح. يا سلام، يعني أنتوا جيتوا قلقتوني وهتسيبوني وتمشوا؟ معلش يا شوشو ما تزعليش، بس أعمل إيه؟ أنا لازم أفوت على المكتب، عندي الميعاد مع الموكلة بتاعتي اللي قتلت جوزها ومطلوب لها الإعدام. تفتكري هتقدري تجيبي لها براءة يا هويدا؟ اتفضلي. وناوي بقى تسألني عن ايه في البرنامج؟ يعني تقريبا عن كل حاجة في حياتك. يعني زي ايه؟ زي مثلا بتحبي؟ طبعا انا ما اقدرش اعيش من غير حب. افهم من كده ان قلبك مشغول اليومين دول؟ يضايقك؟ اكدب عليك لو قلتلك لا. اطمن، أنا دايماً ما بين كل حب وحب بدي قلبي فترة أجازة راحة يعني، وأنا قلبي دلوقتي في أجازة. أيوة كده رديت فيا الروح، يا اديتيني أمل في الحياة على الأقل. بقول لك أنا طالب منك طلب صغير، ساعة البرنامج ما تبقيش تبص في عينيا لأن ممكن أتدهول وأنسى الكلام. ده أنت اللي هتنسيني اسمي مش بس الكلام. هتسألني في إيه تاني؟ حاجات كتيرة محيراني بصراحة. يعني اللي أنا أعرفه إن القلب لما بيحب بيحب مرة واحدة. أنت عايزة أفهم يعني اللي فهمته من كلامك أصلي إنك أنت بتحب كتير قوي. وهفضل كده على طول لحد ما ألاقي الراجل اللي يلمس قلبي وأحبه. طب ممكن أعرف يعني أوصفه؟ أولاً لازم يكون دمه خفيف وظريف وبيلبس حل. الله الله الله، تقريبا هاخد النمر النهائيه في الحكايه دي. طب ده اولا. ثانيا بقى يا سيدي،
يبقى مركزه جامد قوي ومشهور. الله الله الله، ما تجيبيها من الاخر كده وتقولي لي اسمه صلاح وجدي. طب سلسا بقى. سلسا يكون بيحبني قد ما بحب. لا ده خلاص يبقى رست عليا، مفيش غيري في الدنيا، مفيش حد في الدنيا هيحبك اكتر مني. بس انا لسه ما حبيتكش. هتحبيني، انت وراكي حاجه؟ اروح عشان التسجيل بتاع برنامج بالليل. هتوحشيني لغايه بالليل. باي. احساسها عالي قوي. تامر تامر اسمع يا عم، عايز ايه انت؟ سيبني سيبني بس شويه صغيرين. انت عملت في ايه؟ بقول لك ايه، انا ما ضربتش حد على ايدي ولا حتى عزمت عليهم، هما اللي فضلوا يزنوا عليا، ولما قلت لهم معيش زعلوا، كانوا هينزلوا يشتروا هما بنفسهم، صعبوا عليا، اديت لكل واحد منهم حبايه. اديت لكل واحد منهم حبايه؟ لا يا لطفي، تامر بالذات مش حامل الحاجات دي، ده واد حنين وطيب، وتبقى مصيبه سودة على دماغك لو الحكايه دي علقت معاه. من هنا ورايح انا ماليش دعوه بيه، اللي ليه شوف حاجه اوصف له الارزخانه يروح يجيب هو بنفسه، عداني العيب؟ عداك العيب. قوم بقى اعمل لهم اتنين شاي يمكن يفوقهم من اللي هم فيه ده. وماله اللي هم فيه؟ تهبل الواد ايمن، حد يبقى في اللي هم فيه ده ويبقى عايز يفوق؟ وبعدين الشاي بيعلي. ها جبت لنا تموين من الارزخانه؟ منين؟ اهو ما يجيبش حتى باكو فوار، الفلوس اللي معايا ما تكفيش. وبعدين الليل لسه طويل وانا دماغي مطبله. بسيطه، قلب تامر وفوزي في اي حاجه كده اهوت يمكن تطلع لنا منهم حق التموين. وايه؟ مش هيزعلوا؟ مين يا عم الحاج اللي يزعله؟ خلاص ما بقاش في فرق، بقوا مننا وعلينا. ناقصه جمال ولا حلاوه؟ انت هتجنيني. اعمل معروف سيبني في حالي لحسن، انا قلقانه ومتوتره. ولا تقلقي ما دام انا معاكي اطمني. فتصدقي بقى انا فعلا اللي متوتر وقلقان جدا. من ايه بقى؟ من ايه؟ انا خايف اول ما اسمع كلمه هوا واجي اسالك اي سؤال وعيني تيجي في عيني اضرب لخمه واحتاس وهيبقى شكلي وحش قوي النهارده. سيبني في حالي، انت فايق ورايق. بقول لك ايه، عايز اقابلك بعد التسجيل علشان لو في ملاحظات ولا حاجه اقولها لك. انت عندك عندك بن محوك في البيت؟ عندي بس لسه ما حوكتوش. مش مشكله، بلاها تحويج. انا اعرف واحد بيعمل نسكافيه بالصودا بس ليها العجب والله. نسكافيه بالصودا؟ بصي اهو، انت دي مشكلتك معايا، كل ما بكلمك ما بتصدقينيش. طب ايه رايك بقى، علشان كده لازم اقابلك بعد التسجيل عشان اثبت لك ان انا عمري ما كدبت عليك في حاجه، واشربك النسكافيه اللي بالصودا. ممكن تاجلها لبكره؟ لا انت ما تعرفوش، ده ممكن يزعل مني قوي. اللي هو مين؟ قلبي. ده ممكن ياخد على خاطره ويطب ساكت وهيبقى ذنبه في رقبتك. انا بقول لك اهو. سلامة قلبك، انا مش قدك يا استاذ صلاح. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ اهلا بيك. ازيك يا داليا؟ عامله ايه في المذاكره؟ الحمد لله الحمد لله. اهلا اهلا اهلا. ازيك؟ ازيك يا نجيبه؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ اهلا. ازيك يا استاذ بركات؟ اهلا وسهلا. ازيك يا منى؟ ازيك يا حبيبتي؟ يلا يا داليا خدي منى وخشي اوضتك، انا عارفه ان في كلام بين البنات الصغيرين وعايزين يقولوا لبعض. وامهاتهم كمان وغلاوتك يا هويده. امال فين حليم؟ حليم هتكون فين يعني؟ انا هنا يا سيدي، ما تيجي نقعد احنا هنا لغايه بعيد الشله ما توصل. اتفضل. حاضر جاي لك. تعالي بقى طمنيني، قولي لي نفذتي اللي اتفقنا عليه؟ صالحتي حليم؟ صالحته وغلاوتك وغنيت له كمان، حقك عليا ترى ما تزعلش. ليه؟ ليه بتغني له ليه؟ ما انت عارفه ان صوتك وحش. ما انا كنت عايزاه يطمني يا نجيبه. طب وصلتي لنتيجه معاه؟ مع عبد الحليم وصلت النتيجة هايلة. مد بوزو شبرين لقدامه وزعل أكتر وبصلي كده من فوق لتحت كأني واحدة مجنونة. عارفة عمل كده ليه؟ عشان غنيتي يا هويدة، ما كانش لازم أبدا تغني له.
اهو ده اللي حصل بقى، ده الغنى نقح عليا ساعتها. قوليلي انت عملتي مع بركات؟ عملت عامله سودة بقى حليمه اخويا. عملت ايه طمني؟ رجعت البيت لقيتها محضره غدا، ومش اي غدا، باميه باللحمه الضاني من اللي انا بحبها، وبتنجم مقلي ومخلل، مخلل بقالي سنين بتحايل عليها انها تعمله ولا كانت سائله فيا، وفوق كده بقى رز بلبن، وانت عارف انا ضعيف قدام الرز بلبن قد ايه. المهم ما سالتكش في حاجه، ما حاولتش تعرف حاجه؟ قعدت تلف وتدور واحنا قاعدين بناكل، وتنعم معايا في الكلام، خد يا بركات. طب كل دي من ايدي يا بركات، ان انا اعبرها ولا اسال فيها ولا ناقلها. جدع بركات. بس عارف ده معناه ايه؟ ايه معناه؟ ان هم عايزين يوصلوا لحاجه عننا، عايزين يخترقونا، عايزين يتغلغلوا جوانا عشان يعرفوا اي حاجه عننا. نبهم على شؤون يا حبيبي، لان احنا اصلا ما عندناش حاجه يعرفوها. بركات. ايه يا حليم؟ يا حليم صدقني ولو مره في العمر، انا ما بعملش اكتر من اللي بيعمله اي راجل، ابتسامه، نظره، تسبيله، لمجرد بس ان انا احس اني عايش وموجود مش اكتر. امال هو تامر يعني ما جاش معاكوا ليه؟ تامر ما بيرجعش دلوقتي، بيذاكر مع جماعه اصحابه، بس لو كان يعرف بقى انا جايلك الليله دي كان جه معانا. اتلم يا بنت يا ميرنا. قوليلي اخبار الحب ايه؟ احنا في ايه ولا في انت كمان؟ بطلي كهن البنات ده، ما احنا كلنا عارفين انكم بتحبوا بعض. باباكي ومامتك عارفين؟ دول بقى اطمني، ما عندهمش فكره عن حاجه ابدا. متهيألي كمان ان هما نسيونا، ما بيفتكرناش كده لما يقابلونا صدفه في الصاله او اي حته في البيت. الا قولي لي يا داليا، هو انت وتامر متخانقين؟ لا طبعا، ليه السؤال ده؟ غريبه، امال ليه على طول مكتئب وسرحان وقافل عليه باب اوضته؟ لا ده تلاقيه عشان المذاكره ولا الامتحانات. تفتكري؟ امال يعني هيكون ليه؟ قولي لي بقى اخبار الحب معاك انت ايه؟ ان شاء الله اطفحه كده لو شفته ولا عرفته. معقول يا منى لغايه دلوقتي لسه ما حبيتيش؟ احب مين ومين بس اللي يتحب؟ ما هي الجامعه مليانه. متهيألك دول كلهم عيال هايفه مش وراهم حاجه غير السي دي والموبايلات واحدث الاغاني. لا انت اكيد فيكي بقى حاجه غلط، ما هو مفيش بنت في سنك لسه ما حبيتش. يعني هو انا مش نفسي احب، بس قوليلي بس احب مين. مساء الخير. حسام، دي سامية صح؟ اخ منك. طب اتفضل ارتاح. نجيبة، ايه رأيك في اللوك ده؟ اجنن مش كده؟ هو انت تجنني بعقل؟ ده انت الجنان نفسه. ايه ده؟ وماله حسام؟ مش عارفه، من ساعه ما شافني باللوك ده وهو على الحاله دي. تصدقوا ان هو صعبان عليا قوي يا جماعه. حسام، عبد الحليم وبركات جوه في المكتب، روح اقعد معاهم لحد ما اعمل لكم شو السندوتشات، قصدي العشاء. اتفضل. حاضر. انت عملتي فيه ايه؟ ما عملتش فيه حاجه يا نجيبه، هو اول ما شافني بالشكل ده بصيت لقيته عمال يبصلي ويبرق لي، والدمعه هتفر من عينه، وكل طالع عليه منك لله يا ساميه، منك لله يا ساميه. حقيقي 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 منك لله يا ساميه. اقصى عليكي يا نجيبه، انت كمان بتدعي عليا؟ يا شيخ حرام عليكي، ده الراجل ممكن يتجنن في ايدك ويفطس. لا اله الا الله. ايه مالك يا حسام؟ دي شكلها صدمة عصبية يا حليم اخويا. ايوه طيب، طب نعرف من ايه؟ نفهم هي عملتها معاك تاني؟ طب لبست لك ايه المرة دي؟ كليوباترا حليم، كليوباترا بركات. الهوبا الهوبا الهوبا، ده راحت بعيد قوي المرة دي. شوف شوف يا حسام، اسمع نصيحتي بقى مرة واحدة في حياتك، الست دي لازم تتعرض على اخصائي اعصاب.
عليا النعمه تجننه، دي تجنن اي دكتور. اسمع حسام، ساميه دي قدرك ملهاش حل. صحيح اللي يشوف بلوه غيره تهون عليه بلوته. امال لو قلت لكم على اللي جرالي وانا جاي بيها على هنا هتقولوا ايه؟ انا اصلي كنت راكن العربيه على الرصيف التاني اللي قدام العماره، يا دوبك طلعت بيها من مدخل العماره الا والشارع كله اتلم علينا وقعدوا يمشوا ورانا، شخطت فيهم عشان ابعدوا. واحد فيهم رد عليا وقال لي ايه ما يتفرجش ولا ايه، افتكرونا بنصور فيلم تاريخي. انا بقيت فرجه يا اخوانا، ابوس ايديكم شوفوا لي حل.